السلام عليكم، معكم سلطان. هذا التحدي اللي انتم بتستنوه من زمان، الستة مليون زي ما وعدناكم. نعامة يا جماعة الخير، من أمس الليل سلطان يعطيه العافية قاعد ينسق لين ما وصلت النعامة. برينج النعامة جبناها وذبحناها وتبلناها picking fights just to keep it alive. How did we get to where our friends are picking a side? وشكر خاص لخروف الشيف زي كل مرة بيوقف معانا. شكر خاص ليكم يا جماعة. أيوة صراحة يعني شكر خاص لستة مليون لكل أخ وأخت وعمة وخالة وجد وستة وحما وعمك وكلهم. فنحن هذه أول مرة أكل نعامة صراحة ولا دوق نعامة، فالتجربة هذه حتكون سوينا مندي نعامة. أكلنا نعامة. يلا شوف. جماعة يعني نحن حاولنا قد ما نقدر نخليها نعامة، بس طلعت نعامة سموك شوية، يعني طلعت اكسترا كريسبي. يعني يعطيهم عافية خروف الشيف، يعني ما يعني صراحة يعني ما حتلاقي احد يعرف يطبخ نعامة 100%. دورنا فزعونا لام شيف يعطيهم الف عافية، بس في 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 3 4 كيلو 5 يعني كيلو حيتاكل. يعني هذا كان راسها. يس يس يس. انا كنت معاكي من البدايه، انا جبتك يا جماعه الخير. نحن بنجرب نوفي لكم كل شيء انتم بتطلبوه، فنحن في الاخر يعني جبنا النعامه وسويناها، فحنجرب قد ما نقدر نستمتع في الموضوع، والله يعيني ان شاء الله تطلع لذيذه. بس زي العاده انا حشارك في التحدي عشان اقول لعيالي واسيب سحس يكمل الباقي. بسم الله الرحمن الرحيم. طعم تايم. انا حاخذ قطعه من انا ابغى اشوف الطعم. بس انا كمان بالضبط متحمس الطعم. الله يوفقك. مو احس دجاج بس على كبير. لا ما هي بطاله، بس تحس كيف ما نعرف اقرب لهم النكهه. ديك رومي؟ لا لا هي خروف ولا هي غزاله. بالعافيه وحش. ايش بالعافيه؟ خلاص سبتني انا حتبهدل هنا. الله شوف يا سامر لسه ما ادتني الطعم كيف بالضبط. يعني يعني انا ما هو بطال، يعني بالعكس يعني اكله. انا في المسلخ جاني المصري قال لي نحن في مصر هي فرخه كبيره مش فرخه صغيره، طعمها فرخه كبيره. يعني الصراحة يا اخي احس لونها زي اللحم. لا هي لحم. لا هي التبهيرة اللي تديها. لا التبهيرة تديها اللون ده. هو كان لونها احمر، بس اللي جاني اللي من المسلخ كانوا بيقولوا لي فرخة كبيرة، طعمها فرخة كبيرة تيجي ناشفة. صح؟ ما فيها دهون. ما فيها دهون. ما فيها دهون كثير زي الغزالة. بس يعني انا ما اعرف، انا سمعت كلام كثير عن النعامة، سمعت انها مرة وسمعت ناس يقولوا لذيذة. صراحة أنا ماني شايف. لا لسه مو دحين. جايب عسل، باربيكيو، كرز، ودبس رمان. أبغى أدوق. دوق. هنا هذا الطري. يعني غير إنها نشفت شوية. نشفت شوية. بس لذيذة. لا طعم لحمها صراحة يجي. ترى عيال هي لحمها ناشفة. لا ونحن كمان سويناها مندي. يعطيك العافيه. الله يعافيك حتى انت. بنشوف الصراحه اقول لك شيء، انا لما اكل الخروف ولا اكل اللحم احب لما الاطراف كده تتقمر، مره احب. تعرف لما تاخذ القرمش وكل شيء مره احب كده. بس اسمع 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 معليش، حنبداها بالكرز. وللاصح هذا مو بس كرز، خلطه سريه بعدين اقول لكم عليها.
قيمه يعني ولا لا؟ اروح اشتري نعامه واجربها مع البرف ولا لذيذه بس في شيء ناقص. أبوريك قديش إنه ما فيها شحم. يعني شوف صارت زي الجيركي. ما أعرف كيف اللحم المدخن هذا اللي يجيبون مجفف صارت زي كده. لو كان فيها دهن كانت ما تقطعت زي كده. ترى يا جماعة سامحونا على القصور والله العظيم إنه أنا من جد ما نمت من أمس عشان نجهز لكم هذا الطلب الجميل. حقيقي لازم نرجع نعيدها مرة تانية. شكرا 6 مليون والله. حقيقي شكرا 6 مليون. أنا أفتكر أنا وسحس كنا 700,000 كنا بنفكر متى نوصل مليون. تفتكر؟ أنا كنت أحلم بال100,000. قال لي حنوصل مليون وخلاص. دحين قلنا حنوصل 10 مليون وخلاص. أتوقع إنه بعد 6 مليون لا تقول ولا شيء دحين. لا أنت فاكر ورميك في البحر. لا 7 مليون لا تقول ولا شيء. أقول لهم الحيوان. لا ما في حيوان. فيل يا جماعة فيل. مع نفسه والله مع نفسه والله ما نمسوي فيه. جماعة الخير عشان تكونوا عارفين يعني تقريبا لو هي حية كان تقريبا وزنها شيء 30 صح؟ 30 كيلو تقريبا يعني بعد ما شلنا هذا ونظفنا المعدة وشلنا العظم وهذا عظمها قاسي يا جماعة يعني شوفوا مو قاسي وزنها ثقيل يعني هذا 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 الحالة العظم حق الفخذ يعني فيه 2-3 كيلو انا بفكر بس تحت يخلص وخليها عصاية. انا اباك يا سحس تاكل حيوانات ما في احد اكلها قبل كده. كيف تحكي تجربتك للناس؟ خلاص كفايه اللي سويته. كفايه. سلطان احلى حلقات يحبها حقت المليون عشان ايش؟ يقعد يحط علي كل هذه كل هذه ما يسيب لي وصله واحده. انا وظيفه اليوم مراقبه يا جماعه. مراقبه. يوم اجيب لك فيل اقول لك كله انت لحالك. احس 7 مليون زرافه. اركبك فوق واكلك. انا برايي انك تبطل زرافه. خلينا نجرب دبس الرمان ما عمرنا سويناه. صح ليه ما فكرنا بدبس الرمان مع الخروف؟ احنا حنقدر نعيد الخروف مره ثانيه بس بطريقه مختلفه. نعيده كل 100,000 خلاص. اي اي حلقتين في الاسبوع صارت يا صاحبي. نعيده مع دبس الرمان. طيب تعال جبت النوع السميك تعرف مو ال الله شيء برا برا جيب حبيب حبيب الملايين وربي لو خنتني اليوم لا 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 I promise. أنا أتوقع إن العسل حيكون فكرة غير سائدة في هذا الموضوع. أبغى وصلة حلوة من هنا. هنا هذه الحتة الطرية أنا سايبها في الآخر. يعني يلا. يا أخي ما تغلط. مع العسل ما تغلط. كيف؟ ما تغلط وربي ما تغلط. ها في شوف شوفوا هذا ما في شيء هنا هذه كلها فضيتها روح اللي بعده. هاي هاي في وصلة في وصلة بعده. حلو خش الفخذ. في بسة جات. نديها نعامة؟ نديها وصل نعامة؟ مو غلط. ما البسة سمعت من نعامة. اه. والله كلتها. بسة محترمة. نحط لها عسل؟ لا خلاص هي حتدبر نفسها. طيب. تمام تمام بس انا كنت ابغى تاكلها اللحم وهي فيها كان حيطلع اديك اللحمه تاكلها زي ما فيها لا لا. يعني تشوف كيف يعني هي قاسيه كل كل يعني كل. خلاص كفو فلفل مع رز طيب.
لا غلط، الفلفل حارة. لا الفلفل حارة. انا حسبها عادي. ودي اقول قصيدة. يقول شايفك يا سح 6 مليون مبروك. عالمي وللعالمية الاسم واصل. اتعبت من حولك قلتها من سنين وشهور. ادعمك وانا جنبك وما بيننا فاصل. وشكرا لكل متابع يشارك او يتابع بصمت. حبكم لنا هو اللي مخلينا نواصل. واصل يا سح واصل. السلام. كيف الطعم؟ هي حتجيك اماكن لذيذة واماكن مو لذيذة. لا حاليا لا. يلا بقي لك الجزء هذا بس. بس بيسترون بيسترون بسحس بيسترون. هادي كيف؟ تعال يا سلطان يا بابا، تعال شيك لي على ما اعرف ايش هادي. هادي يا تتحدى من تحدى تطلع لحمة. كفو كفو كفو، يلا وديها على الصحن. فقرة تعليقات المتابعين. ما في أي. وعندنا أول كومنت من علي وسام يقول هذا التحذير إلى سلطان إن هذا الفيديو رقم 50 اللي أعلق فيه وما تقرون تعليقي هذه المرة. إذا ما تقرون تعليقي أنا راح أزعل. طب أنا قريت تعليقك وما استفدت ولا شيء، إيش تبغى تكتب طيب؟ قول اسمه. علي وسيم. عبد الحميد يقول اقسم بالله شيء يضحك. تحياتي لك سحس وتحياتي لسوسو الشاعر. والله حلقه بدون سوسو ما هي حلوه. متابعكم من 400,000. قل له السلام عليكم. مين؟ عبد الحميد. عبد الحميد كيف حالك؟ ايش اخبارك؟ تعال كلنا عامه معك. خيال الشعر يقول صرت كاني ادخل عشان اسمع الشعر بس والله احب شعرك يا سوسو. الله سوسو بعينك. الله اسمع لا تسوق لا تسوق. اول ما نزلت الفيديو انا قريت كومنتات كثيره وحطيت عليها قلوب مره مو كلها كده. يوسف اياد يقول الله يعين وسامع المونتاج والله نار. الله 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 الله. مؤمن يقول الله عليك يا سحس. واو 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 جوعتني الصراحه. متابعك من السعوديه. الله 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 الله. اخيرا اخيرا ما بالسوق شايف كيف يا سحس. وعندنا هنا محمد الغامدي يقول حتى لو ما عجبتني الحلقه احط لايك. انت سحس وسوسو لو تصور 5 ثواني اعطيك لايك من احسن اليوتيوبر. تحيه الغامدي والله. محمد يقول سحس ليش ما سويت تحدي 6 مليون؟ كل مشتركين سألوا عنه بس ما جاوبت الناس. انت جاوب سحس. اهو يا جماعة ترى مو سهل نجيب الحيوانات دي مرة مو سهل. يعني نحن ما نمت. انا ما نمت. سلطان لو سمحت انا هذه الوصلة ما اعرف ليه سبتها للاخر بس ممكن تشيك لي عليها. سوي لي زوم عليها لو سمحت يا اسامة. يعني انا شايف انها شحمة. هذه شحمة. انا ماني شايف انها لحمة. سوي زوم. يعني انا شايف انها شحمه. انا اللي اقرر. تفضل. انت العب فيها انا اقرر اذا في لحمه. العب فيها يعني كذا سوي كذا. يس هذه اشوف. يس هنا في قطعه شيلها. يس انا هنا الحكم. شوف ابروف. اتاكد اتاكد ان شاء الله تيجي بعدين تقول لي هذا. ها ابروف ابروف ابروف. بس ايش في لحم هنا انت محطه؟ هذا كله محروق صراحه. خلاص دن. استنى استنى. ها ها محروقه 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 دن. ما في شايف. خلصنا خلصنا. وكذا نكون وصلنا معاكم لاخر حلقه. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا معانا. مره نحبكم مره. شكرا شكرا لدعمكم. شكرا لكم. شكرا لكل احد دعم. شكرا لكل احد نشر. شكرا لكل احد لسه يحبنا الى الان. لولا الله ثم دعمكم ودعاء الوالدين ما كنا وصلنا الى هنا.
قول لهم كلمة. شفايفي مقطعة. ايش شعورك وانت 6 مليون؟ شفايفي مقطعة. ايش شعورك وانت 6 مليون؟ مرة حاليا شعوري يعطيكم حالياً. ألف عافية. يعني هم عارفين يعني I love you. بس أنا حاليا في أنت فيك طاقة يا ماني عارف مرة مقهور منك لأنك ما أنت مسوي ولا شيء. نحن اتفقنا كل حيوان أنت تاكله. وأنا أشارك فيه. خلاص أنت تكلم. كده وصلنا لآخر حلقة، لا تنسوا تسووا لايك وشير وسبسكرايب. فعلوا جرس التنبيهات. نحبكم. كان معكم سحس وسلطان في امان الله. انا مره معدوم دقيقه في زمان ما سويتها. استنى 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 كلمتها استنى ملتا. I'm not ready for this winter weather. Feel the seconds ticking, nothing's getting any better.